كل دولة تقاس رصانتها من قوة قوانينها ومدى تطبيقها للأنظمة اللي تخليها صامدة أمام التحديات اللي تواجهها، وكل حكومة تميز قوتها من ضعفها على مقدار الخدمة اللي تقدمها لمواطنيها، وكذلك قادتها ورؤسائها تقيس إدارتهم الصحيحة وقيادتهم الحكيمة من عدمها من خلال القرارات اللي ينطوها ويوقفون بنفسهم على تنفيذها. ومن هالأمور بين إذا أنت عايش بدولة حقيقية لو دولة ستيرن يمنا. مرة ثانية أشكركم جزيل الشكر جميعا بدون استثناء، قمتم بجهد كبير، جهد طيب، تستحقون عالية التقدير، وهذه لحظات تاريخية تحسب لكم. قد تشوفون أنتم صغيرة بس هي كبيرة جدا، كلمة الشكر أعتقد قليلة بحقكم. لا لا سيادتك، هالمرة من صدق الناس إجت من الزيارة وحيل راضي عنك وعن وزاراتك، بحيث كلها رافعة يديها تدعي لك بطول العمر. اي والله، ويخليك ذخر على الخدمات اللي وفرتوها للزائر، وخصوصا بموضوع النقل العكسي للزوار واللي خلت الزائر حاير يرجع بالطيارات اللي وفرتوها مجانا، لو يرجع بالمترو المكيف، لو يبقى باجواء الزياره ويرجع بالباص المكيف على كيفه، واللي اول ما تصعد به تسمع الزوار يغنون الله يخلي الريس الله يريح مخه. حقهم دلال ورفاهية ما شايفيها. إدارة النقل ما أعرف خطتكم وين، لو بس تنظير إعلامي الزوار هنا جاي تتأذى جاي تتألم. صديق جيري شحاتك بعد ما تقل شحاتك تريلات النساء شو والأطفال شو يصعدون هالتريلات، هاي تريلة من هالناصرية كم ساعة يلا يوصل والدق بي الشمس من فوق شلون يوصل؟ هاي التريلا صعد بيها انا هنا، هذا طالعين فوق، هذا حتى خطر على حياته في سبيل الشم هو. هذا ماكو سيارات من 6 من 5 ونص والله. 5 ونص الصبح هنا؟ اي والله لحد الان ماكو سيارات، اي والله من 5 ونص الصبح. ماكو، والعالم مضطرة تصعد بهذه السيارات الحمل مال التجارة مال وزارة الدفاع، نعم الله عليهم. يشهد الله وضع معيب ومأساوي، أنا ما أعرف الخطة اللي وضعتها الجهات الحكومية وين. ها 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 شنو هاي طبت من جديد؟ لو هاي مشاهد من عودة النازحين لمناطقهم مثل ما وعدهم خميس الخنجر قبل الانتخابات. يصير هاي العالم تناوشة اللوريات حتى تلحق على مبادرة داري ما صباح مشتت. تعال علي، تعال استاذ ناصر وزير النقل، تعال حبي. من رجع وين البيم؟ هذا البيم، ها هذا البيم لقيته، ها ثلاثي الزم اربط الحزام، خليني ارجعك لما قبل الزياره. احنا وضعنا خطه قبل بدء الزياره، سيارات الان بحدود 800 حافله، ايضا 300 شاحنه، وبحدود 60,000 من 60 إلى 70,000 يعني سيارات صغيره تابعه الى النقل الخاص. بالنسبه لبغداد هيئنا بحدود 20 قطار، اكثر من تقريبا 450 حافله و 250 شاحنه. الوضع الان عن كثب شف، يعني حتى لاحظنا في كربلاء جيد جدا، كربلاء جيد جدا، كربلاء جيد جدا. ناصر 56، فيلم ناصر 56 من الافلام العربيه المشهوره. استاذ ناصر مو بس جيده جدا، لا احتمال تحصل جائزه احسن وزير نقل بالعالم بتوفيرك 250 لوري مخصص لنقل الدواب، جبتها حتى تنقل بها الزائرين. أم دار سعد ناصر حبيبي، ما فكرت شلون بهذا الحر وهاي الطرق التعبانة أرجع الزوار بلوريات للناصرية وللبصرة؟ نعلى على عقلك التنك، عوفك من الحافلات والسيارات الخاصة، القطارات العشرين اللي وفرتوها وينها؟ أشو لا شفناها ولا سمعنا بيها. يصير أستاذ ناصر جرد قطار الزوراء وقطار مدينة السندباد من ضمن قطارات وزارة النقل. وأنا الأعزاء أهل البصرة، انحراف القطار في منطقة الرميلة وهاي العوائل باقي هسه بالرميلة. الانحراف من سكة القطار.
صار ساعة صافن على هذا القطار مال الزعاطيط بحيث بطاريته راح تخلص وما طلع عن المسار، وقطار الديرة وزارة ووزير واربعين خمسين مدير عام طول ميز واحدهم ستة امتار وموظفين وميزانية ملايين دولارات، ويطلع قطارهم عن السكة بحيث هذا الأسبوع سوانا فرجة ومضحكة وعلش بحلق ليسوا والما يسوى عن أبوك ولك كلب. ولكم بلد نفطي وعاداته السنوية تعادل موازنة 7-8-9 دول ما قدر يوفر قطار ماله وادم لو مصر أحسن من عندكم. ده 2018 واحنا مصر لسه النهارده لن نمتلك قطار سريع. لا والله عيب، ونشرنا في مناقصه عالميه تقدم لنا برضو اكبر الشركات العالميه، شركات فرنسويه وشركات اسبانيه وشركات صينيه، شركه سيمنز الالمانيه اللي تعتبر رقم واحد في العالم، ومصرين يجربوا او يعني ينفذوا تجربه نجاح اخرى زي في السكه الحديد زي اللي عملوها في الكهرباء. نعم. نزلوا من 4 الى 3، من 4 مليار دولار الى 3 مليار دولار. الى 3 مليار ل 400 كيلو، ل 460 كيلو، 460. وخدوا بقى هيدونا 15 سنه صيانة والتشغيل. 15 سنة كل قطع الغيار كل الكلام ده. من 3 مليار. هلا ده كمان هدي للشعب المصري عشان خاطر الرئيس السيسي قطار خامس هدية 7 عربيات. اذا خدنا 5 قطارات زيادة. 5 قطارات زيادة. 5 قطارات زيادة. نعم. ده ب 3 مليار دولار. دول هدية للرئيس وللشعب. خمسة قطار. ده غير بقى المليار اللي احنا نزلناه اساسا من 4 ل 3. نعم. ده يلا. مصر اللي هي مو دولة نفطية مثل العراق. وعاشة بالقطارة على الإعانات الدولية والسياحة، ومعتمدة بدخلها على أبو الهول والراقصة سفيناز واللمبي. تجي شركة سيمنز الألمانية اللي سوت لهم الكهرباء تتوسل بيهم حتى تسوي لهم شبكة سكة حديد بطول 460 كيلومتر يعني من بغداد للبصرة، مع صيانة مجانية لمدة 15 سنة، مع 5 قطارات هدية للسيسي وللشعب المصري، وكل هذا ببيش ب3 مليار دولار. شنو الكاظموي؟ نايم يا عيل. شبيه الكاظموي ما ينطوه هيك هدايا؟ لو الكاظموي مخليه بس يحن بي وشكل صفقه يقطونه بيها ويفرهدونه ويخلون اسمه بيها. الميزانيه ما بيها فلوس. ما بيها قلت لهم داك. سال باب المستلزمات الخدميه اللي هي تنظيف وغيره. انا ذكرتها قبل بلغ 2 تريليون و 890 مليار دينار. يعني 2 مليار دولار. تنظيف؟ تنظيف كل مؤسسات الدولة. يعني مصر تسوي قطار بطول 460 كيلو متر ب3 مليار دولار، والعراق يصرف 2 مليار دولار لتنظيف مؤسسات الدولة. أنا بلاش السنة فيك مشروحة. مليارين دولار بس تنظيف لعد اشو يا دائره نروح لها نلقى القيسه واصل لها بمغاسلها ومرافقها الصحيه، ويا مكتب نفوت لها نلقى ابواب وحيطانه كاتلين الوسخ والزنجار ملاعين الوالدين. بس هم نقول ما يخالف، التنظيف ضروري ومهم، بس انت احكي لي بالتبخشيش اللي براسك داك. احتياطيات البنك المركزي بقيمه 34 مليار مصرفين بيهم مشترين سندات دين امريكي. هذا الكلام التقاعد اللي هو هذا الكلام متاكد منه حضرتك سيد داود؟ نعم نعم متاكد منه، على اساس استثمار امن رايحين مشترين سندات خزانه دين امريكي ب 34 مليار، وانا مسؤول عن كلامي وهذا الشعب ما يدري به وحتى اللجنه الماليه ما تعرف بها. سيد داود شنو مصدرك بهاي المعلومه بهذا السر اللي قلت لنا؟ لا بيان الخزانه الامريكيه تقول رفع العراق استثماراته بسندات ادوات الدين الامريكي 34 مليار. يعني امريكا مطلوبه سندات بمليارات الدولارات الدول العالم، يجي العراق يدفع عن امريكا 34 مليار دولار يعني قيمه 11 قطار من ذني مالات مصر من احتياط البنك المركزي صرفت لسندات الدين الامريكي، ولو هي ال 34 مليار دولار شنو اهم فلوس حاسبين؟ احنا وزير النفط اللي هو نفسه وزير الماليه وكاله بجرد قلم ضيع له 150 مليار دولار داك للعادة. وتعاقده على شراء مضخات توربينية لا تعمل في الظروف العراقية ما كلف البلاد خسائر تصل إلى أكثر من 150 مليار دولار. حياك 150 مليار دولار، يعني إذا أردنا نقسم من على 3 مليار قيمة القطار المصري يجيب لنا 50 قطار كهربائي متطور. الله يا حرامية نصابين يا ولدي الكلب. هسه يطلع لي فطير من جماعة سبونج بوب يقول لي
والله لو باقين على صدام هو احسن من هذول الحراميدين. شب 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 هاك اسمه. احنا ضربنا صواريخ اسرائيل ضربناها 39 صاروخ، يعني بدون مبالغه يمكن اخذت على كل صاروخ 10 مليار. اغلى افطار في العالم كلفته 52.4 مليار دولار، تم تسديد اخر دفعه منها في يناير شباط الماضي. يعني العراق صار له 30 سنه يدفع تعويضات ريوق لم يذق طعمه. 39 صاروخ في 10 مليار ذني 390 مليار دولار، زاد 52 مليار تعويضات الكويت ذني يصير 442 مليار دولار. هذني اذا بدنا نحسبهن على القطار يسوون 134 قطار كهربائي سريع، يعني تفتح باب التواليت تلقى قطار امتانيك يوصلك للصاله واذا تحب للمطبخ. حيل قويه. ايش ما يكون النظام الحالي افضل بمليون مره من نظام الدكتاتور رجل الحفره. اكو حراميه وياك اي بس مو الكل، لين لو خليت قلبت. وانا شخصيا اعرف اكو ناس تحب تخدم بلدها وتريد بس تشتغل، بحيث بدينا نسمع مشاريع حلوه مثل مترو بغداد. كان بالبدايه اسمه مترو بغداد، طيب فوجئنا بان يكون قطار معلق طوله ما يقارب 22 كيلومتر ب 14 محطه. الكلفه حاليا هي مليارين ونص على 14 محطه و22 كيلومتر، يعني لو تقسم المليارين ونص على 22 كيلومتر يطلع 113 مليون دولار كلفة الكيلومتر الواحد. اي لك هي هاي المشاريع اللي الواحد يفتخر بيها ويرفع راسه بيها، هاي العقول اللي كنت تراهنكم عليها. شفتوا قطار معلق 22 كيلومتر ب 14 محطة بيش بمليارين ونص دولار تقسيم 22 كيلو يطلع 113 مليون دولار للكيلو الواحد، يعني اخذ بلاش. انطونا دولة سوت هيك مشروع بهيك مبلغ رخيص. مشروع مونوريل هو احدث وسائل النقل الكهربائي اللي هتشتغل في مصر بطول 22 محطة و56 كيلومتر. احنا قلنا ان هو طول الخط 56 كيلومتر ونص وهيكون فيه 22 محطة. ده في جريدة المال 2 مليار يورو تكلفة مونوريل العاصمة الإدارية في 6 اكتوبر لا تفوق نظير اصلا. 2 مليار و600 مليون. طب مش مشكلة يعني انت وقفت معاها 600 مليون. 56 كيلو بمليارين ونص يورو، يعني الكيلو المتر الواحد بحدود 52 مليون دولار. لا عاد احنا ليش سوينا للكيلو الواحد 114 مليون؟ عم بطلنا ما نريد مترو، احنا مع المترو رجعونا على القطار، على القطارات رجعونا على القطار. صار لكم ايش قد؟ ليش ما حد شغل عقله وقال هي سكة حديدية على الأرض يمشي عليها قطار تربط المناطق المقدسة اللي يصير بها زخم بشري؟ صعبة هاي. أعلن محافظ النجف الأشرف لؤي اليسري عن توقيعه مذكرات مع شركات صينية لإقامة مشاريع خدمية وبنى تحتية في المحافظة ضمن العقد الصيني، فضلا عن التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء قطار سريع بين محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة مع شركات صينية عملاقة في السكك الحديدة. أدري هسه أنتوا عرفتوا هاي شركات الرصينة والمختصة بصناعة القطارات وشبكات السكك الحديدية ورحتوا على الصين اللي بيها مجال سوي لنا بنك نستوردها من عندهم، سوي لنا جدور الطبخ، سماعات مال إذن، كيبل شحن تقليدي أبو ألف. 20 أطاخت بالاتفاقية الصينية اللعينة. لا والله حقك وحق كل واحد طلعوا بتشرين، وإلا الصين وينها؟ وين شبكة سكك حديدية؟ الأساسي لهذا المشروع هو القيام بعمل مسار من القطار أسفل سطح الماء حتى يستطيع ربط كندا بالصين بالولايات المتحدة الأمريكية بروسيا، الذي يهدف إلى عبور المحيط الهادئ أسفل سطح الماء الذي يساعد على نقل الركاب من الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أن تكلفة هذا المشروع سوف تصل إلى 200 مليار دولار. يلا ويجيك واحد مطفي ليه هسه مخلي محفظة موبايل صرصور بحزامه ويقول لك هي الصين شنو هي وسوي اتفاقية وياها، ما يدري انه الصين اليوم الدولة الاقتصادية الأولى بحيث أذهلت العالم بإنجازاته واختراعاته، واللي ما أدري جماعتنا شو وقت يصيرون مثلهم ويشغلون عقولهم ويخترعون أشياء تفيدهم وتخدم بلدهم، يسوون قمر صناعي، يكتشفون أساليب جديدة للري، أو يتعلمون شلون يصنعون الموبايل وبقية الاختراعات اللي أذهلت العالم وصفنة البشرية عليها. بس الواقع يقول غير هذا الحكي. تعال شوفك جماعتنا بيش ملتين.
داك. قصيدة الرادود باسم الكربلائي بالشجب والاستنكار. ومن ضاع منظور أمام القضاء أن يحقق فيه فورا. إساءة إلى صحابة الرسول من المنشد باسم الكربلائي. أقام الدعوة ضد باسم الكربلائي ولا يسمح بالتجاوز وأن يفلت الطائفيون من العقاب. يعني هو الآن السب والطعن واللعن، هو هذا هل دين الذي يقال له باسم الكربلائي، وإن شئت فقل بائس الكربلائي، كيف وقف أمام وسائل الإعلام؟ فنطالب القضاء العراقي بمحاسبته لأنه هو أهان رموز دينية بالنسبة لطائفة كبيرة في العراق. وبكل صلافة ووقاحة أخذ يشتم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال بالحرف الواحد شيل اسم الصحابة واكتبهم عصابة. لا إله إلا الله. يلا أقول لهم الصين راح يسوي قطار جو المحيط يربط الصين بأمريكا بروسيا، يقول لي والله باسم تجاوز على الصحابة. دني لراسي بالنعام أوديك. تم على القطار، تم على القطار تو. هسا يا حجي أنت ما تقول لي جابك على هاي الدعفة سانة وخليت لي يسوي ما يسوي يستغل كلامك هذا ويسي ويتهجم عليك بكلمات ملائقة. ها شوف عينك من جاي ينتقدك، الحرامي البواق احمد السامرائي اللي راحت الفساد والبوق مالته وصلت القوقب. القوقب غلطني حرامي. هاك اسمع، هاك ملف فساد رئيس ديوان الوقف السني الاسبق الهارب احمد عبد الغفور السامرائي. مجلس القضاء الاعلى ان محكمه جنايات الكرخ قضت بالسجن لمده 15 عاما على المتهم رئيس ديوان الوقف السني الاسبق احمد عبد الغفور السامرائي. شفت يا حجي شلون فتحت على نفسك باب مزنجر وخليت اللي يسوي الما يسوي الحرام والفاسد والما عنده غيره يطرطب كيفه. يعني هسه انت عفت الناس كلها، وهذا التاريخ الاسلامي اللي صار له 1400 سنه وما حكيت الا على الصحابه واندقيت بيهم. ليش انت في اليوم سمعت واحد جابهم بالطاري واحد مسهم بحكايه وحده؟ لو انت خالف تعرف حجي. هو الصحابه كان منهم منافقين؟ ايوه كان منهم منافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحابي 12 منافقا. نعم يصح ذمه إذا كان منافقا. فبلغ النبي فقام عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذن عبر عن أبي عبد الله بن أبي بأنه ماذا؟ من أصحابي. بعد عنده واحد شك أن عبد الله بن أبي من رأس النفاق الصحابي يدخل النار. نعم يدخل النار بصريح البيان الذي جاء عنه. الله استوني سمعت منكم أنه بعض الصحابة عندهم طلعات مو حلوة، لأن أنا كل تصوري أنه الصحابة ما عندهم زائدة ناقصة باعتبارهم كانوا 24 ساعة ويا النبي وزحمة واحد ويا رسول الله يسوي له مكسورة ويخلي النبي يزعل عليه ويخاصمه. بس شو هسه الحكي اختلف وقمنا نسمع سوالف ما يلبس عليها. قال داك احد الصحابه رضي الله تعالى عنهم كان شابا وكان رجلا جلدا قوي الجسد، فكانوا لاجل ذلك يسمونه حمارا. ها يسمونه حمارا شلون؟ عم رايت الله بيضه انه هاي الروايه مو باسم الكربلائي اللي قالها. شانش خلصنا من لسانكم يا شيخ نيم، ما تكمل لنا قصة هذا الصحابي العمار رحم أمك. أن هذا الشاب مع محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة قربه منه وحرصه على مجالسه وحضوره للصلوات معه، بقي أن تعلم أن هذا الشاب كان مبتلى بشرب الخمر. هذا صحابي بس دنبلة ما لاعب. صحابي يا شاذة اللي مرة يصحوا الحار وين ما يشوفوه يلقوه منسم وبطلة بيده. هلو هاي شنو هاي؟ لا والمصيبة انه الرواية هاي ما سمعنا واحد اعترض عليها ولا شفنا محامي رفع دعوى قضائي واشتكى بها على هذا الشيخ وقال انه يسيء لصحابة رسول الله. المصيبة الاكبر انه مو بس الشيخ هذا تطرق لهاي الامور واستعرض سيرة الصحابة واعمالهم وانجازاتهم، انما اكو هواي باحثين تناولوها وحجوها بحذافيرها امثال الشيخ اللي انقلب بعدين ملحد غاث التميمي. المسلم ايش عنده؟ عنده السيف والنكاح، ايش عندك انت؟ ما تقول الاسلام ايش بيه؟ اقوى نظرياتك هي بول البعير،
يعني شو عندك انت؟ ما تقول ليش عندك؟ من الله جاب الاسلام الى اليوم، ايش بيه غير نكاح وذبح وسبي واختصام؟ عندك شيء؟ سولف لي. يعني ماكو هيك دين، اول من يعني دين الرسول ماله بحسب الموروثات مات مقتولا، زوجته سمته والتقيس، هذا غير دينها. رسول حاطه وحده ينام وياها 20 سنه ما علمها الاخلاق تالي تسممها وتموت. بما انت تفتخر يا اسلام بحروب الرده مال ابو بكر ذبح نص العرب. ها معود ها اوقف انت ويالي علينا، شو نهديت بينا فد مره؟ بدينك الاسلام هذا اللي نزل على البشريه واخرجهم من الظلمات الى النور اختزلته بالنكاح والسبي. هذا الدين الاسلام العظيم اللي بدا برجل واحد وهسه صار اكثر من مليار مسلم هيك تستخف به وتستهين به وبتعاليمه وشخصه وشواهده ورموزه ومقدساته. انت تدري لو مال الاسلام يجوز هسه انت عبد ويوميه بعي كل واحد. زين تعالوا انتوا جماعه نتجاوز على الصحابه، هشو وين ما ندور على غيث التميم هذا الملحد القاه لو بالشرقيه لو بالبغداديه لو باليوتيفي لو بزاغروس. ليش ما حد استنكر كلامه هذا وما حد هدر دمه وما حد طالب محاسبته ومعاقبته؟ لو انتوا تسيارة المطع الكيف واللي ما يجي على مرامكم وتدوسون مصارينه، واللي يجي على مرامكم تقولوا له اذهب فانت امن. شو ليه هسه ما سمعنا اصواتكم لعشرات المئات من الاساءات بحق النبي وآل الاطهار بقنوات الفتنه والضلاله اللي تشوفوها وتغلسون عليها؟ لو تريد تفهمون انكم ما شايفين قناه وصال وطيب اليمي. طيب يزيد بويع بيعه شرعيه، ويزيد امام ويزيد امير للمؤمنين، اللي يخرج على الخليفه يقتل، واذا كان حده القتل كيف يكون شهيدا؟ وحسن عباس وقالوا وضيع، ما ادري ايش انت تحكي لنا البختل والعالم الهمر والمنر. عيب عليكم، استحوا استحوا. لو انا اتكلم عن الحسين المظلوم لا اعترف بالحسين المظلوم، وليس قائدا لي وليس ربا لي، انا اكثر بالحسين المظلوم. زينب الكبرى وزينب الصغرى زمان اسد حاملات طائرات. الحسين الحسين تبعكم يا شيعة، ما له علاقة بالدين. ما هي المبادئ اللي يقول لك جئتوني أصحح دين جدي؟ هو هذا أول مبدأ فاسد، أول مبدأ فاقس. زين هو دين جدا ولا دين رب العالمين؟ ويا العنصرية دين جدا بشو؟ شباب هاي النوعية من البرامج دزوها ناشونال جيوغرافيك، احنا هنا برنامج سياسي ساخر مو عالم الحيوان. أنا بس أريد أسأل ذول اللي تحركت الغيرة عندهم على صحابة النبي وهاجموا باسم الكربلائي لمجرد ذكر لفظة الصحابة بدون ما يذكر أي اسم منهم أو يسيء الشخص باسمه وصفته. وينكم عن هذا الكاولي طه الدليمي اللي ينال ويستخف من ابن بنت نبيكم وسيد شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله واللي خرج على يزيد الفاسق؟ ترى تأدب أمام خليفة المسلمين يزيد بن معاوية رحمه الله، تأدب أمامه. والله يا شيخ لقى وهي لو ظل عليك حتى ابو لهب تروح تبايع وتمشي على نهجه، لان اللي يسيء لآل النبي كل شيء يطلع من عنده. مو بعيده شوي انه بتقول لي اذا ذكرت الوليد بن عتبه وابو جهل ووحشي اذكرهم بادب. عن وحشي بن حرب، هذا الصحابي المفترى عليه، بل وافتروا عليه بعد ذلك بانه شرب الخمر ومات وهو مخمور. وحشي رضي الله تعالى عنه من المعدودين في الفرسان في اليرموك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحشي رضي الله عنه شهيد على اعتبار الحمزة عم النبي تكهرب ما طار المي ومات، مو وحشي مزق شبده. عم خلص محلقي واسكت، لانه يسوون انا السبب بانهيار الخلافه الاسلاميه، وانا اللي ضيعت الاندلس من ايد المسلمين، هاي اذا مو قاموا علي الحد، لان اقول على ولي امر المسلمين محمد بن سلمان رجل المنشار باعتبار ابو جاسم والمملكه خيمه العرب المسلمين حاليا. هو ظلت هسه احنا ايش عندنا غير السعوديه؟ معها الامارات ايش عندنا احنا؟ احنا كبلدان الشرق احنا معرضين، مو معرضين، نحن احنا العراقيين اذا راحت السعوديه والامارات من نحن بعدهما؟ اي لان هاي انت سربوت وملطلط، اكيد السعوديه والامارات تفيد وتشتغل وياك وتخدم مصالحك، اما احنا فخطنا يختلف ترى، فابقى على الامارات والسعوديه ولا تظل تعمم بكيفك.
الذي ليس مع المملكة العربية السعودية وحليفتها الإمارات هو مع إيران. يعني إذا ما يعجبني أروح ويا السعودية لازم أنا أصير محسوب على إيران؟ ولك بيا منطق هذا؟ ليشين العراقيين مرتزقة ولازم يكونون ويا هذا الطرف؟ لو يا ذاك الطرف؟ لو هذا بلدهم وهاي ديرتهم، ديرة آبائهم وأجدادهم، وما حد يزاودهم على وطنياتهم وانتمائهم لبلدهم. لو نسيتوا أنه إحنا البلد اللي صنع التاريخ وإحنا اللي علم العالم كله شنو معنى المدنية وشنو مفاهيم الدولة الحقيقية؟ هذا بلدنا خوامو تقول السعودية اللي ذاك اليوم صارت كرمانشاه نيل العرب أصلهم غصب عنك وعني أصلنا من السعودية واليمن تريد ما تريد هاي انتمائنا إلهم وهم أصل العرب وهيك سووا بينا لا عاد إحنا لو تاتار ومغول إيش كانوا يسوون بينا لو نسيت مفخاتهم يا حضن عرب هذا ما تقول يا حضن عربي الحض العربي نقبله بحسناته وسيئاته زين لعد انت شو اخوك بصفك ونفس جنسيتك ومن بلدك وياكل ويشرب وياك ومصيره ومصيرك واحد ما تحملته بحسناته وسيئاته مثل ما تحملت السعوديه اللي دواشم اليومك هذا تارس سجن الحوت وبدل ما تطلعون تطالبون باعدامهم زلقتوا نفسكم على حقوقهم والافراج عنهم وتوجهت بالهجوم والاتهامات لشخص لا انضم المجموعه لا فجار لا هجر لو فخخ مثل اللي تدافعون عنهم بالفضائيات انا والله كنت افكر احرق صورته بس قالوا لي والله حرام بيعود الشخص بس اقول لا انت ولا ابوك ولا ابو ابوك ولا سابع ظهر يقدر يسوون فتنه بين العراقيين والعار يبقى عار هي هاي المواقف الوطنية اللي نحتاجها بهاي المرحلة وهو هذا الخطاب اللي لازم الكل تقوله وتتبناه شي يصير يعني لو كل مواطنين بهذا الوعي وهاي الغيرة اللي شايلها استاذ أنور الحمداني اللي عودنا على مواقف المتميزة والداعية للوحدة والتاخي ونبذ الخلافات وتسويتها شي يصير يعني لو كل مواطنين قبل ما يستعجلون ويحجون بعواطفهم ويتعلمون من السياسيين العراقيين اللي بكل مجالسهم يشجبون التفرقة ويستنكرون الكراهية وكل مناهم وأحلامهم ويشوفون العراقيين إيد واحدة وقلب واحد والتمادي في استهداف مكون واحد حتى تحولت أحياؤنا في بغداد إلى سجون إن لم تقفوا مع أهل السنة سوف تؤكلون إذا أكلنا هذه يعني الهجمة على السنة ما راح توقف أبدا لماذا من يسمى بعبد الزهرة وغيرهم يدخل في محافظتنا الصفويين الإيرانيين وجيش المالكي وبطشة السنة المكون الذي سحق تماما وما زال يحكم بالخيزران لحد الآن أخو فيها لا والله لا نرضى بحكم العساق لقتل أهل السنة بالجنوب وبغداد الموصل مقبلة مقبرة للروافض والفرس يا انسات وهير مقبرة حاصل الآن خسارهم كبيرة جدا التي من 2003 كان الهدف منها استئصال السنة لأن الوطنية اللي يحملوها السنة ما حاملها أي مكون أريد أقولها هيك كم عالم شيعي قتلته داعش وكم عالم سني قتلته داعش وإحنا نريد يكتبون ماكو قوم يكتبون سنة وشيعة ما عندنا مشكلة الشيعي شيعي والسني سني حتى الكرد يكتبوهم سنة من هم الأغلبية؟ الأغلبية في العراق هم أهل السنة عربا وأكرادا والله لنقطع رؤوسهم واحد واحد حلو لعل شو ذولي ما حد استنكر طائفيتهم ما حد تهجم عليهم وما حد اتهمهم بالعمالة وتهديد السلم المجتمعي ولا طلع إعلامي مزق صورهم ولا شخصية سياسية استنكرت كلامهم ولا حد طالب بوقفة احتجاجية ولا حد تعاقب منهم غير بس أحمد العلواني اللي ما انسجن إلا بعد ما تواجه ويا القوات الأمنية وقتل واحد من جنودنا وهم يوميا طالعين يطالبون بخروجه وفك الأسر عنه عبالك هو موقوف على سرقة باتري مال كاروبة مو مجرم فالحكم الجائر لمحكمة الجنايات بحق دكتور أحمد العلواني فيه استهانة بالمكون السني بأكمله سووا معروف انه اللي يسوي دقه ناقصه الكل تعوفه وتتبرى منه بس اشو هنا الدنيا تمشي بالمغلوب والقاضي طالبون باطلاق صراحه وفوقها يدخلوه باستهداف المكون ومحاوله تفتيته والقضاء عليه باعتبار انه احمد العلواني فيدال كاسترو ولكنه كان مجرم يقوم ويقعد يطالب القوات الامنيه وينعتهم بالصفويه والمجوسيه ولو تردون الحق ماكو واحد اجى لهاي الساحات وصعد بهاي المنابر وخاف الله وحكى حكايه بيها حافظ على دماء المسلمين واموالهم وتقوي وتعزز من وحدتهم
يعني يا علي تلزم يطلع عن قبل الثاني، بس ها الله فوقانه. ما عدا شاعر المقاومة وليد الخشماني أخويا أول شهيد، سادس زين، سادس أدبي، سادس والد الشيعية، أول شهيد في تكريتي والد الشيعية. أنا ما عندي تفريق. أيوة أيوة، شوفوا الإنسان النظيف وصاحب القلب الأبيض اللي من هو صغير تربى على الكلام الطيب وعلى الحب والإيثار، وحب لأخيك ما تحب لنفسك، وشوف الوقار في طريقة كلامه والحنية من يذكر أخوان العراقيين بغض النظر عن انتمائهم الديني والقومي والمذهبي. يا أخي مو إنسان تقول طير حب مني قاعد يسولف. أنتوا ما بيكم شريف وبن حلال، موش لحسين أنتوا قدتوا ولا تعال، صفت بس عباس ويا والجهال، وهسه تتباجون عود على القمر، وش جابكم على البيت ولا وعلى الرسول، أنتوا جدكم ذاك هو ابن سلول، نسخة طبق الأصل أنتوا من المغول، والحقد عسنا وياكم كبر، كافي نضحك على الشوارب والذقون، جينا وياكم عمر بس ما تجون، راح أطقها وأنا عسنا أمون، نعتذر من خاوشي اسم الغجر. والله يا أبو حقك تحكي بحي صدير وتحكي بعلى صوتك، لأن تعرف كل الزين أنه مهما طعنيت وتهجميت ومهما أسأيت وتجاوزيت أمورك عدلة، وماكو واحد أخو خيتي يحاسبك ويفرك حلقك، ولا أكو أحد راح يتهمك بالطائفية والعنصرية وشاعة الكراهية، لأن هاي الأوصاف يعرفون لمن يوجهوها ومن يتهمون بيها، ولا هذا الطب وتطلع بكيفك الأربيل وتلتقي بسياسيين ورجال دولة وعينك مثل عين ال. وطبعا هنا أني ما أعمم كلامي على كل الأخوة الشعراء والإعلاميين، لأنك إعلاميين لهم مخفى مشرفة وزيارة الأربعين، أمثال الإعلامي المتألق عمر الجمال المعروف بوسطه المعروف بوسطيته واعتداله. طالعين انتوا رايحين تجسدون ملحمة، تضامنون وتجسدون انتفاضة سيدنا الحسين على الظلم، يا بمو ذاك الظلم بالخضراء وبالسجون ومخيمات النازحين، شو ما انتفضتوا عليه يا أبوي، يعني أنا أردفتي من الحسين على شنو راح يرضى بروحتكم هذه، على شنو يعني هذا الخزي والجبن اللي تباركوه ما أعرف وين راح يوصلكم، مدى أفتهم، براء منكم الحسين، براء 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 براء، والله براء منكم، نفر نفر كل الرايحين للحسين. الصراحة أنا هاي اللحظة ما أعرف شنو اللي ضار، هاي جوقة من المدونين والإعلاميين، هسه لو دافعين شيء من جيوبهم، لو مساهمين بمال لخدمة الزوار، لو مكلفيهم بعمل يخص الزوار، نقول يجوز لهم حق، بس مال أنتوا ناس قاعدة برا وناس بغير المحافظات اللي تمر بيها قوافل الزوار، وكل واحد قاعد ينكت من يمه، فهذا دواء نفس دواء العقرب وأجلكم الله. دعوف الناس بحالها، خلي تتوجه لربها وتطلب مرادها، بلكي الله يفتحها عليهم ويرزقهم بناس تحس بيهم وتراعي مصالحهم، بلكي يجيهم رئيس وزراء يباوع لحالهم وانتشلهم من البهذل اللي عايشين بيها. إذا كان رئيس جمهور على موضوع رئيس الجمهورية، لا أصواتنا غالية، نعطي أصواتنا للشريف للنزيه اللي يحترم العراق، يحترم مصالح الشعب العراقي. الله الله، يعني شكو بيها إذا يصير عندنا فد 10 نواب مخلصين لبلدهم مثل النائب هادي السلامي اللي ليلة ونهارة يطارد الفاسدين وما خلى ملف أو شبهة فساد ما فتحها وأحال أوراق الهيئة النزاهة، بس الإيد الوحدة ما تقدر تصفق الوحدة، وحتما ولابد أكو وأشرف يردون الخير لبلدنا مثل هادي السلامي وأكثر بعد. لا لحد الآن ماكو شريف، اي ماكو لحد الآن، يعني هذا البلد اللي مساحته 470 ألف كيلو متر وتعداده أكثر من 40 مليون نسمة ما بي غير بس هذا السلام شريف ومخلص. هم على كيفك يا أستاذ هادي، وندري أنت جاي تحكي من حرقة قلبك، وندري ما تقصد أنه البلد هذا خالي من الناس الشرفاء، لأن أنا بنفسي سامع هذا السلام يقول غير هذا الحكي. داك عندنا هناك كفاءات عراقية، عندنا خبرات، عندنا مهارات، ما ننظر فقط للجانب السوداوي، أكو ناس عندها أمل. لا أستاذ اسمح لي واعتبرني مثل أخوك الصغير، أنت هسه نائب وممثل شعب مو موظف دولة تشتغل بالضريبة،
مثل ما كنت وشمر بالحكي شلون ما كان، لان هواي ناس تشوفك وتعتبرك قدوه ومثل اعلى وزحمه نائب بوزنك وشخصيتك. من البدايه احكي شيء ورا شويه يقول غير، لو انت وعد وثاني يوم ينساه، لو خلص علينا سوف وسوف وتخلص الاربع سنوات هو كل شيء ماكو. سنعمل على تفعيل الرقابه البرلمانيه وقانون النزاهه وقانون ديوان الرقابه الماليه وقانون الدعاء العام ومتابعة خطة التنمية الوطنية والمنهاج الحكومي ومراقبة رئيس الوزراء والوزراء والقائم المقامين ومدراء النواحي ومدراء الدوائر الأخرى. كل هاي راح أسويها وحدك. ليش؟ جليندازر لو سنشيرو ولو حتى جليندازر وهاي الفترة ما يقدر يسوي شيء ويلقى حلول لهاي الملفات اللي صارها سنين تراوح بمكانها بس مو بعيدة، يجعل سر بأضعف خلقه ويطلع النائب هادي السلامي اسوع من جليندايزر ويفوت عليهم صخ وحده وحده يطقطقهن. احكي لنا اخوي ابو حسن، ايش راح تسوي بالضبط او شنو انجازك من اول يوم دخلت فيه للبرلمان ليومنا هذا؟ تسوي حمله وانت متهم بانه انت جاي تبتز بحملتك ضد السله الغذائيه، تركيزك على قوت الفقير بهذه الطريقه التي تحاول ان تمنع السلة التي تمثل قوت الفقراء يضعك في موضع شبهات الابتزاز. ما أعرف أنه أنت ليش جاي تحارب الفقراء وأنت كنت في وسط الفقراء. لا لا أستاذ، ترى أنت هنا هو قسيت عليه وكلامك هذا بهواء مغالطات وتلميحات مو حلوة. شنو تقصد أنه النائب اللي يتصدى الملف ويذبح روحه عليه غايته يقطوا يساوم؟ لو تقصد انه النائب اللي يكتشف حالة فساد يريد يوصل رسالة للحرامي انه انا اللي قفت هذا الملف عليكم وظلت يمكم، تريدون نمشي للقضاء لو نغلس عليه ونطمطمه؟ وهالشي تدري انت يسوي ابو مين ابو يين محمد الكولي الله ذكره بالخير، مو الاستاذ هادي السلامي اللي خطية عايش والفقراء جودك ساعد شنو صعد بالسايبة على الله عجك ساعد. أيوة جزاه الله خير، يوم كان جودنا بالسيارة السايبة نحن دارت المولدات يقول هاي شنو أفلام هندية؟ هي مو أفلام هندية، يعني هو واقع الحال هذا. صح، المجتمع العراقي هم جزء عمل مل من الفلكلور، بس أنا شنو هذا هو تواصل مع المجتمع. والله صح، تواصل مع النار على الله عجك ساعد. أيوة وهاي أبسط دليل تشوفوه بهادي السلامي. شوفوا رغم الرواتب الضخمة وأرتال السيارات المصفحة ما يقبل يصعد بأي سيارة فارهة وما يصعد إلا بسايبة، لو مرات يخابره بالستوتة جوارينهم يصعد بصفه ويفتر على جمهوره وين ما الناس يشوفوه يلقوه يلعن بجك سارة ويلعن باللي يصعد بيها وينسى معاناة أهله وناسه. هلو هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ هاي ترى غير شغلة هاي. هاي عود انا نصحتك وقلت لك الناس تشوف الظاهر وهذا تقلب مالتك مره بسايبه ومره بجكساره وحمايات يخليك بدائره النقد ويعتبروك انسان متناقض وما عندك حكايه. لو انت تشوف غير هالشيء وتتصور الناس يباعوا لك بعين ثانيه. لا وعلى شنو موطنك وموطني؟ استاذ خوي هاي موطني يدقوها الرياضي جاب الميداليه الذهبيه ورفع العلم العراقي، يدقوها الجند عراقي بقى الوحده يدافع عن الموضع مالته، يدقوها الطالب يسوي انجاز علمي ويرفع اسم البلد بالمحافل الدوليه. اما انت وعلى انجازاتك هاي اللي بس نسمعها منك وكل شيء ما شفنا منها فاستحقاقك الفعلي هاي الاغنيه. أحبه صغارا وكبارا من أجل الخير ولفعل الخير ويحارب الأشرار. هلا يا هلا بسنشير البطل المغوار. ها أستاذ هادي الله عليك مو قاعدة وياك في توزن وحتى الجهل من يشوفوه يتونسون بيها باعتبار أنه إنجازات سنشيرو وإنجازاتك ثينات نخرب ومال الأساس من الصح.
الأخلاق الحميدة الأولى اللي تربينا عليها بطفولتنا هي الصدق وحسن الجوار وإكرام الضيف، واللي تعتبر الميزة الوحيدة اللي الله فضلنا بها على كل الأجناس والقوميات. ولهذا نشوف تاريخنا حافل بقصص الجود والعطاء والسخاء وإكرام الضيف اللي نزاحم ونتفاخر بضيافتنا والسهر على راحته. ومع كل عبارات الشكر والامتنان لكل من ساهم بإنجاح الزيارة الأربعينية اللي أذهلت العالم بكرمنا وحسن استقبالنا وتنافسنا وتدافعنا لتقديم الضيافة المتميزة لزوار أبو الأحرار، تألمنا ومع الأسف نقولها أنه أكو ناس يردون يسيئون لهذا الكرنفال العالمي تصرفات خارجة عن تعاليم ديننا وأعرافنا وتقاليدنا. شفنا بعض النفوس الضعيفة اللي تحاول الإساءة والتهكم والسخرية من الزائرين الأجانب الكرام، وشفنا من حاول إيذائهم بشتى الطرق، والذول واللي يوقف وراهم نقولهم مهما سعيتوا ومهما ناصبتوا العداء لأهل البيت وحاولتوا الإساءة لهم، فوالله لا تمحوا ذكرهم ولا تنالوا منهم، وستبقى راية الحق مرفوعة ما بقينا وبقي الليل والنهار.